ينشدون: لا وقت للضعفاء، لا وقت للضعفاء يا زمن المخارب والقرون. سكت العصيب وعاش فيها البطلون. شرف أرض الجدار فتمن بالله يا أرض الجدار أننا للموت لفينا النداء كل للحوت ومن كان يقول في دم أصحابنا أو الحجر فتمن بالله ما نحن شعور تحك الحوت ونحن من بدا وشعر الكبب مثل الوجود أجد النصر والإرادة الصامتة فتمن بالله يا أرض الجدود أننا للموت لقينا النداء وتعز العز يا أرض الصمود أرض المحبة في شرف أرض الفداء فتمن بالله يا أرض الجدود مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أبطال المقاومة. وقبل أن نودعكم لا ننسى أن نرسل التحية إلى أبطال المقاومة والجيش الوطني وإلى كل همة اختار طريق الخلود وإلى كل ضمير آمن بالشعب وحقه الخالد في السلطة والحرية والعدالة، إلى كل سياسي لم يخذل الشعب وإلى المعتقلين في سجون الميليشيات فك الله أسرهم وإلى الجرحى الذين ما تزال جراحاتهم تنجف أملا باستعادة وطن من قلبة الأشرار. رسمة والخلود لشهداء الأبرار واشتفاء الجرحى والموت والخلي لميليشيات القتل والإرهاب في أمان الله. I'm going to